أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات مع نظير الكوري الجنوبي استعرضت فرص الشراكة التي يمكن أن تتم بين الشركات المصرية العاملة في إفريقيا والشركات الكورية. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما تم التوافق على تنسيق مواقف البلدين في مختلف المحافل الدولية. لقد استعرضت مباحثاتنا كذلك فرص الشراكة التي يمكن أن تتم بين الشركات المصرية العاملة في إفريقيا والشركات الكورية والترويج للاستثمار في إفريقيا بصفة خاصة في مجال البنية التحتية، مع إبراز الفرص الهائلة التي يوفرها بدء العمل بمنطقة التجارة الحرة القارية، من زيادة كبيرة في التدفقات الاستثمارية والتجارية بين الدول الأفريقية والمجتمع الدولي. كما تبنى وجهات النظر حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وقد توافقنا على تنسيق مواقف البلدين في مختلف المحافل الدولية. وقد جاء اجتماعنا اليوم تتويجا لجهودنا المشتركة على مدار الفترة الماضية لدفع التعاون الثنائي بين البلدين ولوضع إطار استراتيجي متكامل وتصور مشترك لمختلف أوجه ومجالات التعاون وسبل دفعها في الفترة المقبلة، بما يؤكد إرادتنا السياسية المشتركة في هذا الشأن، وبما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة التي تربط بين البلدين.